سكيرد عادي، يعني الأوجاع اللي ببلش اليوم مش طبيعية. بالفيديو مايا دياب تتعرض لإصابة بزجاج بمكان خطير، شلت حركتها وعملية جراحية منتظرة. تحدثت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن إصابة خطيرة ومؤلمة تعرضت لها بزجاج، مشيرة إلى الأوجاع والمشقة التي تعانيها جراء الحادثة وإمكانية شلها عن الحركة لأسابيع. بعد كل اللي مرق علينا من بظروفنا وبظروف حتى الصحية اللي مرقنا فيها، لازم نتعلم نعيش أحلى سنين. وبالرغم من أن الحادثة ليست جديدة، إلا أن أثارها لا تزال ترافق مايا دياب في كل يوم بحسب ما كشفت في مقابلة لها، مضيفة أنها قد تخضع لعملية جراحية. وفي مقابلة لها مع برنامج غنيلي بالجو، كشفت مايا دياب عن إصابة تعرضت لها خلال حادثة 4 آب بسبب الزجاج الذي تكسر في منزلها عندما وقعت الحادثة في مرفأ بيروت. راحب خطوة عزيزة، بدايات الحب لذيذة. وقالت مايا أنها كانت حافية القدمين في ذلك الوقت ولم تشعر أنها تدوس على الزجاج، إلا أن الزجاج دخلت في قدمها. وتابعت مايا أنها حينها لم تكن تشعر بها، لكنها كانت تشعر بأوجاع كبيرة، مضيفة أنها بعد فترة عرفت أن الزجاجة تسكن في قدمها على عمق كبير، وإزالتها يحتاج لعملية جراحية ستمنعها من الحركة لمدة 3 أسابيع. إذا بدي شيلها بدي أعمل عملية، لأنه غمقت هي الإزازة طلعت كتير يعني. وتحدثت مايا عن الأوجاع التي ترافقها في كل مرة تتحرك فيها الزجاجة بقدمها، مشيرة إلى أن هذا الأمر يجعلها تتذكر دائماً ما حصل، وعن الصدمة التي عانت منها بعد الحادثة. أشارت مايا إلى أنها في كل ليلة عندما تنام تشعر أن صوت الواقعة سيعود ليدوي من جديد. بكشال وكانت مايا دياب قد تكلمت للمرة الأولى على الإطلاق عن خلافها مع الفنانة السورية أصالة نصري، إذ تحدثت الفنانة في لقاء سابق عن خلافها مع الفنانة السورية أصالة نصري بعدما كشفت في وقت سابق انتهاء صداقتهما. وقالت مايا دياب خلال حوارها مع برنامج ذا إنسايدر بالعربي: كنت أتمنى أن يبقى الخلاف بيني وبين أصالة ولا يتصدر للإعلام. أنا ما حكيت ولا مرة عن خلافنا، إحنا كنا في الحقيقة أصدقاء، وبين الأصدقاء بيصير خلافات وصار شغلي وصار في بعض، وهذه الأمور طبيعية، ولا أحب أن يكون عنوان بيتصدر الصحف.